منذ نحو شهر بدأت حكاية 1507-1700 عند بداية الأزمة وإشاعة أجواء الشح الشهير بالدولار. حاول أصحاب محال الصيرفة استغلال الأزمة بدءا برفع سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية من 1507 إلى 1550 ليرة، حتى وصل بهم الجشع اليوم إلى تسعيره 1700 ليرة لبنانية للدولار الواحد. هذا التقرير كان قد أعد ضمن برنامج توني خليفي للموسم الجديد، ونظرا إلى تأخر موعد انطلاق البرنامج يعرض التقرير في النشرة الإخبارية، ويتناول تلاعب الصرافين بسعر صرف الدولار. جلنا على بعض محال الصيرفة ووثقنا بكاميرتنا الخفية كواليس حكاية 1507-1700. في دولار قد ايه اكثر شيء قادر تعطيني؟ شي 5000 مثلا؟ بس عيّة التسعير قبل 1640 600 او 640 شو 650 هي كانت 1550 و60 يا عم وينك؟ لما كان ما حدا اشترى دام تبيع 1630 635 دولار 1635 تعطيني 5000 دولار؟ هو في دولار او مقطوع الدولار؟ هذا بدنا نعرفه. مش قصه في او ما في، في على الاسعار العاليه بس ما في على الاسعار اللي بيقولها الحاكم. 1640 1640 بس ما هو تسعيره مصرف لبنان. شو بدك تسعيره؟ واحده التسعير بس كيف راحت؟ ما هلا انحكى انه عم بيلاحقون قانونيا للصرافين. هو مقطوع الدولار من السوق ولا مش مقطوع؟ أكثر من مصدر قانوني وقضائي ومصرفي أكد أنه على الرغم من قيام البلد على نظام الاقتصاد الحر ومبدأ العرض والطلب، إلا أن رفع الصرافين سعر الدولار ضرب عصب الاستهلاك المحلي كقطاعات المحروقات والأدوية والقمح، وبالتالي يندرج هذا الفعل تحت جرم تهديد الأمن المالي والاستقرار النقدي. 1615 في سقف محدد عم تعطي فيه ولا ايه؟ انه حدفع شو؟ ما حدا عم حدا. يمكن 1650 يمكن 1670 بس تسعيره مصرف لبنان هن مثبتينها على 1507 1510 جيب من مصرف لبنان. وإذ كان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد أعلن عبر الجديد أنه لا يتوانى عن ملاحقة أي صراف متلاعب بالأسعار، نضع هذا التقرير والوثائق المصورة لدينا برسم النيابة العامة المالية. محمد زهوي، قناة الجديد. ومعنا مباشرة عبر الهاتف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للرد على ما ورد في تقرير الصرافين والتلاعب بالدولار. مساء الخير رئيس. مساء الخير أستاذ الكريم. أنا شفت التقرير الله يعطيكم ألف عافية ويعطيك العافية أستاذ محمد زهوي. الله يعافيك. أنا كل التحيات للتلفزيون الجديد. أنا بقول هذا التقرير هو مثابة إخبار لدى النيابة العامة المالية، وبطلب من حضركم تأمنوا لي سي دي عن هذا التقرير لبلش التحية. شفنا بالسابق حضرتك دعيت على أحد الصرافين. نعم. يعني البس خير ولا نفس الشيء؟ هلا نفس الشيء ببعث وراهم لشوف التحية، يعني بدي أشوف أعرف الأسماء ونعمل تحية. خلاص يعتبر مثابة إخبار لدى النيابة العامة المالية وباشر التحية فيه. بس البعض يتسلح بأنه الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر وبالتالي الصرافين يعني وضحت الأمر. خلينا نوضحه. وقت اللي سؤلت أنه هذا مضبوط في اقتصاد حر وفي عرض وطلب بيحكم السوق وفي مبدأ المزاحم المشروع، لكن لازم نعرف كمان كثير منيح في شيء اسمه استقرار نقد وطني والثقة بالنقد الوطني، وكل واحد بتعرض لثقة بالنقد الوطني وبهدف الثقة بالنقد الوطني هو محل ملاحقة جزائية. مش أنا حطيت القانون، القانون الجزائي إنه العقوبات اللبناني حط هذا الجرم، وبالتالي أنا أطبق نص القانون. هل تقتصر عمليات التلاعب بصرف العملة على الصرافين أم هناك بين إيديك في غير الصرافين يعني على مستوى أكبر؟ أستاذ الكريم أنا يعني اللي ما أكتشفه أتحرك تجاهه، ما لا أكتشفه أنا مش قادر أعرف شيء، يعني
اللي بين ايدي في صرافين وهن هن يعني ما بسألك هن اللي بده يقول لك هيك بكل بساطه اللي حرام يعني. هن الناس الضعاف بالعمليه بس انا يعني هن الحلقه الاضعف اذا بدك يعني هن الحلقه الاضعف اذا بدنا يعني في ناس تعتبر الصرافين هن الحلقه الاضعف بس ما حدا قدم لي او بيّن لي اي دليل على اكبر من هؤلاء الناس. يعني انا بدي ميلي اللي انا كنيابي مثل ما حضرتكم عم تعرضوا تعريض بدي تعريض ثاني يقول والله في مع جهه ثانيه عم تلاعب بالدولار وبدي انا بتحرك على هالاساس. شكرا. انا بدي اشكرك المدعي العام المالي علي ابراهيم على هذه المداخله وشكرا ايضا لمعد هذا التقرير لكشف التلاعب وكيفيه التلاعب من قبل الصرافين.